استاذ بدر ازاي انت اخبارك ايه كويس الحمد لله امم عامل ايه واحده كمان اخبارك كويس الحمد لله اتفضل اتفضل هناك على الكنب وانا اقعد فين ده ده هنا لا انا عايز اقعد هنا ده مكان لا انا اخترت الاول يبقى لو اي حد اختار الاول هو يقعد جنبه اصل هنا عشان انا انت هنا هتشوف التلفزيون اكتر انا عايز اشوف التلفزيون اكتر عشان اعرف طب عشان خاطري لا انا عايز اقعد هنا يعني ينفع يقعد هنا انا هقعد هنا لوحدي قالوا لي ماشي ممكن ينفع اقعد هنا لا هم قالوا لي انا طب اعدي يعني اقعد هنا اه هبتديها من الاول رخامه كده ولا ايه <تصفيق> 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 تعرف بدر يعني ايه اه يعني ايه بدر آه. عند قمر يا ولد اه القمر هو شكله عامل ازاي كده وهو فول مون صح وهو كامل على الاخر اه صح اه هفرجك على حاجه كده يا بدر مم. ماشي شويه حاجات كده في التلفزيون طيب اتفقنا طيب. تعال نشغل كده اما نشوف ايه هنبتدي بايه اه سيدي يا سيدي متصور مع رانيا امم اضحك كده يا بدر اضحك اهو عايز اشوف سنانك ايه ده؟ امم ايه بنتين ما تعرفهاش؟ والله ما اعرفهاش مين بنتين ده؟ بنتين انا اعرفه وانت ما لو مم. كنت صغير كده زيي كنت عرفتها ده صاحبك يعني ولا مين بنتين؟ انا ما اعرفوش والله هو صاحبي واحد صاحبك؟ اه وهو اللي مديك الساعه دي لا انا اشتريتها من كندا كلمني بقى عن نفسك اه انا كنت كل في البيت وما اصحى ببقى جعان جدا فاقول ايه افتح التلاجة ما حاجه ارجع التلاجة تاني اجيب اي حاجه اكلها كده اول ما بابا وماما يصحوا كنت باكل يعني اي حاجه اسكريم كريم حلويات كده واكلها وكل شوية يقعد اي حد بيصحى بابا وماما بيقولولي يعني ببقى جعان فيقولولي كده تشبع يقعد يعني يقولولي كده طب ايه المشكلة انك تشبع هم عايزينك تفضل جعان؟ يعني انا جعان جدا هما أه. اشرار ليه؟ عشان عمرهم ما يصحوا بسرعة ويعملولي الاكل اه انت بتبقى جعان وهم لسه نايمين اه طب وانت بتصحى عادي بقى ولا اصلك ممكن تبقى بتقلق بالليل مثلا الساعة 2 2-3 بالليل اكيد هيبقوا نايمين بس كل ساعة أنا عمرنا ما ننام في بالليل كل شوية نخرج أنا كل شوية أقول لبابا عايز أخرج آم... وهو مش بيبقى راضي ليه بيبقى راضي؟ يعني أنا مرة رحنا عيني آم... حاجة كده آم... كان فيها سوبر بقى كان فيها إيه؟ ماركت كده أنا ما فهمتش لا سوبر ماركت سوبر ماركت؟ أه كان في ألعاب بقى وإنك بقى بيضحكوا بيضحكوا عليا عشان بيقولوا لي أصلا المحل ده هو بيقولوا لي إن المحل ده غالي هو أصلا مش غالي ده ده بفلوس قليلة فلوس قليلة وأنت مين اللي بيديك الفلوس؟ أنا عمري ما اشتريت أنا عندي عصالة كده مليانة بس بتحوش فيها اه طب ولو جه بابا في يوم من الايام قال لك انا معيش فلوس ممكن تسلفني هتسلفه انا كل يوم الصبح اديله له فلوس كل يوم الصبح اه انت اللي بتصرف على البيت اه له فلوس وهو بيجيب الاكل وبيجي ما بيشتغلش لا بيشتغل 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 امال بيصرف مرتبه على ايه ايه بيصرف فلوسه على ايه لما انت كل يوم بتدي له فلوس هو بيصرف الفلوس اللي بيقبضها من الشغل على ايه يعني هو كل شويه عايز لعبه عايز لعبه وهم بعدين ويجيبوا الاكل تيجي افرجك التلفزيون في ايه؟ اه يا ريت. نقلب كده؟ اه نقلب نشوف حاجات كده نتفرج عليها. ماشي، ادينا بنتسلى. ماشي. ايه ده؟ ده بنتن. لا يا رب. أوه. هو ده انهي واحد؟ ده ده وحش قوي. لا انا بحبه. الاسود ده؟ ده مش اسود. ده اهو اللي اتكسر ده اللي هو ده بنتين؟ اه هو ده طب ال... ال... انت لو لو بنتين ده طلع لك كده قدامك هتطلب منه ايه؟ أصل منه إن من أنا أبقى عايز أبقى إيه؟ أبقى يعني قائد في البيت بتاعي يعني كل شوية كده أهو بقى اللي أنا بقول لك عليه تبقى قائد بمعنى إيه مش فاهم؟ تعمل إيه؟ يعني؟, يعني, هم يبقوا خداميني يعني بابا وماما وأنا أبقى قائد نص مرة كده